يقول السائل: ما هي المدة التي تقصر فيها الصلاة؟ ليس لها لقصر الصلاة مدة، ما دام الإنسان في الطريق، ما دام مسافرا فإنه يقصر الصلاة إلى أن يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة من حين يخرج إلى أن يرجع ويدخل في المدينة، فما دام الإنسان مسافرا فإنه يقصر الصلاة، إلا إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة، لأنه أصبح في حكم المقيمين وانقطع السفر في حقه. نعم.